الفكرة كلها ان احنا دلوقتي بقى بنعمل النظام يكود لي ارض مصر. ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة بقى. اللي هو تكويد المزارع. تكويد المزارع ديت عشان انا اكود كل المزارع عشان اما اجي بكرة ادخل محصول جديد يبقى كوده موجود. ما بتديش ابني من الاول. فالتكويد الارض دوت لابد ليه من منظومة موحدة قبل للاضافة لاضافة محاصيل اخرى. فكان في ريادة قبل كده لمحصول من المحاصيل اللي هو كان لازم عشان يطلع بيطلع من مناطق معينة وكانت بتسمى مناطق خالية من مرض أو مسبب مرضي اللي هو العفن البني في البطاطس، فكان دي بيسموها المناطق الخالية، فكان ده ليها نظام تكويد. نظام التكويد بتاعها اتغير في آخر 2004-2005. يعني إيه نظام تكويد الأول؟ نظام تكويد إن أنا لو أنا لقيت رقم أو باركود على كرتونة أو على كيس عبوة منتج وأقدر أعرف دوت، لو أنا عندي المفتاح بتاع الرقم ده أقدر أعرف هذا المنتج منتج من أنهي مزرعة عند مين، وما أرجع لهذه المزرعة ويكون عندها الدفاتر بتاعتها السجل اللي بتسجل فيه كل عملياتها الزراعية اللي بتعملها، أقدر أقول الإنتاج ده اشتري التقويم منين، عملته إيه، حطيت له سماد إيه، رشته بإيه، اتروى كم مرة، طلع اتعبى في أنهي محطة، اتعبى ازاي، مين اللي صدره. ده ما يعني التكويد. ودوت اللي هو بيطبق لي نظام التتبع او التريسابيليتي للمنتج الزراعي. نظام التكويد ده يبقى ضمن منظومه قوميه للتكويد المزارع، وده على قواعد ثابته. مش صفت هو اللي بيكود للموالح يجي حسين يكود للجوافة يكود حاجة تانية، لا، هو نظام ثابت تدخل عليه الموالح، يدخل عليه الجوافة، يدخل عليه العنب، يدخل عليه كل المحاصيل. والنظام دوت ليه قاعدة ثابتة وبسيطة جدا، ان انا بعمله من مجموعة ارقام، كل رقم بنقول عليه ديجيت في الكمبيوتر او في اللي ياخد رقم واحد.